أصدقائي وإخواني من الإعلاميين اللي بأشرف بصداقة الكثير منهم، إن من الآن خلينا نبص لبره، فلنترك الصغائر وننظر في بناء هذا البلد. مصر تحتاجنا بكل المقاييس. المبادرة اللي نحن فيها قد تكون مبادرة رائعة، وهي رائعة فعلا، ولكن نحتاج لأكثر منها. نحتاج في خلال شهر المبادرة، ولنطلق عليه شهر المبادرة، خطط واضحة في الزراعة، في الصناعة، في السياحة، في المرافق العامة. إحنا مصر، إحنا مش معارضة وحزب، إحنا مش طيار إسلامي وطيار غير إسلامي، إحنا الطيار المصري كلنا، إحنا كلنا المصريين. إن جماعة نظمت نفسها وخدت القيادة، نحن وراءها ومعها لبناء مصر. نحن كرجال أعمال قد لا نهتم بالسياسة الكثير إلا في ما يخص رفعة الوطن ورفعة الاقتصاد. بنطلب من حضراتكم، وببتدي بالإعلام اللي بشرف بعلاقتي الطيبة به جميعا، بدءا من الإعلام إلى كل واحد في مصر، خلينا نقول إحنا بنبص لبكرة. لا يمكن أن نضيع وقتنا في أحاديث كلها عن الماضي. الماضي مش بتاعنا، الماضي صنع بأيدينا أو بأيدي أغنينا، ولكن مش بتاعنا. بناخد منه ما نتعلم منه، بناخد منه عبراتنا. البلد قد تكون اقتصاديا مرهقة جدا، ودي حقيقة، لكن العناصر الموجودة في مصر وأهمها الإنسان المصري، كل المطلوب أن تجمع وتنسق وتناقش بصدق وإخلاص. المسيرة ابتدت، فلا يصح أبدا أن احنا نرجع للوراء. أنا لست عضوا في الحرية والعدالة، ولست عضوا في جامعة الإخوان المسلمين. قد يكون هذا شرف أن أكون عضو، ولكن أنا بحكي على الحقيقة، لكن أنا مواطن مصري بعمل في العمل الخاص منذ 51 سنة. تعرفت على الإخوان المسلمين حينما كان عمري 7 سنوات، 1949، وزرتهم في معتقل الهاكستر، وظلت علاقتي بشعبة الإخوان المسلمين لمدة من 49 لسنة 1954، وشاء القدر أن ينقطع. تعلمت منهم الكثير وأنا طفل، ولم أشرف بهم بعد ذلك، لكن أنا بقول لهم وبقول لنفسي وبقول لكم يا جماعة، عاوزين نبني مصر. ما ينفعش يبقى كل شغلتنا إن إحنا نتحدث فقط عن مشاكل خارجية وعن مشاكل عامة. لو سمحتم نأخذ المشكلة العامة الحقيقية. يبدو إن كلامي مش عاجب البعض، فأنا بعتذر إذا كنت تعبت حد. أنا بتكلم عن مصر، أنا مصري زي حضراتكم، ولا يوجد في مصر مصري واحد أفضل أو أقل من زميله. نحن أصحاب هذه البلد، لابد أن نتكاتف ونساند كل كلمة صادقة ومخلصة، كل مشروع مخلص. يا جماعة، مفيش مشروع يملكه شخص ولا جماعة ولا حزب. إحنا أصحاب هذه البلد، وعلينا أن نسير خلف أي شخص مخلص وأي عمل مخلص. أرجو أن أنا ما أكونش أثقلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.